بص يا جماعة، أنا يمكن من ساعة كنت شيء، وبعد الساعة دي بعد ما سمعت الفيديو بتاع سيادة المشير وهو بيقول والله لو أحاجيكم يوم القيامة، وحسيت بالصدق، بحسيت بالصدق في كلماته، فأنا قلقت. يعني أنا حسيت لأ لأ، الراجل ده إحنا ظالمينه يعني. وبين أنا شتمت الراجل ده كتير قوي، يعني يمكن مثلا نص الشتيمه اللي شتمك الطلقه كنت انا مصدرها. فعمال افكر من ساعتها، طب اعمل ايه عشان خاطر ارد اعتبار الراجل ده على الاقل من ناحيتي انا. جيت امشي في سكه الانجازات، لقيتها يبقى شكلها عبيط قوي. انجازات ايه؟ ما احنا دافنينه سوا. المهم قعدت افكر، الناس بتقعد تلومه وتقعد تقول لك الاسعار ومش الاسعار، ما طولش عليكم. قلت ايه، انا هتكلم على موضوع البنزين اللي كل واحد حاطه البنا في بقه. البنزين غلى البنزين. وعشان اكون عملي، خدت عربيتي ومشيت، قلت احط بنزين واوري الناس الاسعار عشان الخونه. وانا بقول الخونه عشان الخونه اللي بياخدوا فلوس من اعضاء مصر، اهل الشر يعني، يخسقوا. تمام كده؟ معلش يا جماعه، يمكن تلاقوا الفيديو مش مظبط عشان اول مره ابقى مصطفى بكري، يعني اول مره اجرب، جديد عليا انا برضو. بالنسبه للاخوه اللي جان اللي هم اللي بيتابعوني على الصفحه، لو ادائي عجبكم شوفوا بقى، يعني شوفوا هتعملوا لي ايه بقى لو الاداء عجبكم. يعني معلش في الاول بس بيبقى لساني كده عارف تقيل شويه في الطعم، لكن بعد كده هيمشي، واخد بالك. فالمهم انا رحت ايه، قلت ايه، اخد ماشي. انتوا دلوقتي عمالين تتكلموا وتقولوا البنزين، انتوا عارفين اساسا البنزين في دول العالم بكام؟ انتوا عارفين اساسا البنزين في دول العالم بكام؟ برضو لفته بقولها للساده اللي جايين وكده بتوع المخابرات، انا اخترت امريكا ليه؟ عشان امريكا طبعا مستوى دخل الفرد فيها عالي جدا جدا، فاكيد هيبقى اعلى من مصر بكتير. غير ان امريكا بتستورد، برغم ان هي منتجه بس بتستورد البترول بتاعها وبتجيبه من السفن من اخر الدنيا، من الخليج لحد امريكا. فاكيد طبعا هنلاقي الفرق في السعر خرافي. من هنا بقى نقدر ندخل حضرتك، ما هو انت مش عرس كده وخلاص يعني، لا انت حضرتك مفترض ان انت بتفكر يعني. هو ايه الفرق بين مصطفى بكري مثلا وبين الاستاذ مثلا تامر امين؟ ان مصطفى بكري بيفكر قبل، بيبقى بيفكر بيحط، صح؟ طيب انا دلوقتي سايق العربيه وداخل احط بنزين من محطه، من احنا بنسميها جاز ستيشن، اهو ده انا هعمل فيكم عمايل، ده انا هخلي عشان بس تبطلوا. الناس اللي بتاخد فلوس من قطر وتركيا وتقعد بص 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 ياه ياه ياه، انا بصراحه انا مكسوف لهم، انا مكسوف لهم. اهو اها بص حضرتك، اهو بص بقى، عايز بس اين حمره الخجل. اهو بص حضرتك، هيجي يقول لك ايه، يقول لك ان الريجولر اهو، ولا نقرب من حاجه تانية عشان ما حدش يشكك فيه، ده اهم حاجه المصداقيه يا جدعان. بص اهو الريجولر ب 2 دولار و9 سنت. طبعا الريجولر ده زي ال 95 في مصر يعني، اهو عشان بس ما حدش يقول 2 دولار و9 سنت اهو. ماشي، اشوف اجيبه لكم تاني اهو عشان الناس اللي هم بتوع الاخوان اهو. 2 دولار و9 سنت، وانت حضرتك زعلان قوي وعمال تشتم في سياده المشير وتقول عليه بلحه وتقول عليه مش عارف ابن مليكه عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر انت عندك بقى بكام بقى؟ عندك اوكي سوري ذا تانك ان ذا اذر سايد، اوكي سوري. ادي اخر بقى ايه، الواد يتدلع ويعمل فيها شرائط. بس معلش يا جماعه، انا حمقتي على وطني، معلش، هي اللي سببت في كده، معلش انا اسف. المهم 2 دولار، واخد لي بالك؟ الدولار بكام بقى عندك؟ معلش حضرتك، الدولار بكام عندكم؟ ب 15 ونص
يعني 31 جنيه ونص وانت ب 8 جنيه ونص عمال تعيط، عمال تعيط على 8 جنيه ونص. شفت محرج مكسوف ولا مش مكسوف؟ لا بامانه مكسوف ولا مش مكسوف؟ مكسوف. انا عاوز ايه رأي حضرتك؟ يعني هو بواحد وتلاتين جنيه، واحد وتلاتين 15.5 في 2.9 او 32 جنيه كمان، بينما انت عندك في مصر ب 8 جنيه ونص مثلا، ولا 8 جنيه ولا 8 جنيه وصريخ ومش عارف ايه وال... الله وانا ايه يا جماعه؟ هو انا يعني شايف انا في ايه؟ وانا مش عارف ايه، وانا مش عارف ايه، وما ينفعش، واسعار غاليه واسعار. شفتوا بقى؟ شفتوا ايه ده؟ بتقول ايه؟ طب ثانيه واحده كده معايا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في حاجه تانية خالص. حضرتك بتقول ايه؟ ايه ده؟ هو ده هو ده سعر الجالون؟ ده سعر الجالون؟ طب لغوش لغوش لغوش، خلاص 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 سعر الجالون خلاص. ايه ده؟ يعني الاتنين دولار ده سعر الجالون؟ يا لهوي. إيه طب يا جماعه نشوفكم في مناسبه، الله يكسفكم يا بعض. طيب هو عموما عموما الجالون 4.2 لتر، انا قلت لكم ان انا مهندس، ف اللي انتم شايفينه ده سعر الجالون. ف أربعة واتنين من عشرة لتر قيمتهم 32 جنيه. اه هاي 25 دولار كاش ريجولار. معايا حضراتكم، فهو 4.2 لتر، فلو قسمتها هتلاقي ان اللتر ب 7 جنيه ونص. يعني سعر البنزين في مصر اللي هي منتجه واللي هي ما بتنقلوش من الخليج اقل اكتر من سعر البنزين في امريكا. تمام كده. طيب نيجي بقى نشوف الاهم. المهم بقى عشان تعرف احنا خونه قد ايه، برضو ما انت لازم تعرف احنا قد ايه خونه. الحد الادنى للاجور هنا 10 دولار. خد بالك هي سعر البنزين بيفرق من ولايه لولايه. الولايه اللي انا فيها وسط، يعني هتلاقي في تكساس ارخص، هتلاقي في كاليفورنيا اغلى نظرا للنقل، النقل اصعب طبعا. فده الوسط، 2 دولار 2 دولار للجالون. لو قسمت على 4.2 هتلاقي اقل من 7 جنيه مصري، او 7 جنيه مصري سوري، 7 جنيه و40 قرش في الحدود دي، 7 جنيه ونص ارخص. طيب الحد الادنى للاجور هنا 10 دولار يعني 155 جنيه في الساعة. في الساعة يعني لو اشتغلت يوم 8 ساعات هتاخد 80 دولار، يعني هتاخد تقريبا 1200 جنيه. يعني يومك في مصر لو الحد الأدنى للأجور 1000 جنيه في الشهر يجيب لك جالون بنزين، وفي أمريكا يجيب لك 40 جالون بنزين. يعني المجهود اللي انت بتبذله في مصر بتاخد ليه مقابل قده في أمريكا 40 مرة ويجي جاي من بيت دعارة يقول لك انتوا بتظلموا الحكومة ليه، بيديك قيمة عرقك أقل 40 مرة. يعني 40 واحد مننا يتلموا يشتغلوا طول اليوم يجي واحد ياخد قد حقهم كلهم. طب ليه؟ هل مثلا الكلام ده بيسرقوه؟ لا، بيبني قصور.
بيبني ويبني ويبني ويعمل كباري. انت صحيح الكباري دي مش هتلمسها ومش هتشوفها ومش هتطلع عليها، ولو طلعت عليها هتدفع قد ثمنها 10 مرات في 5 6 سنين، بس تنمية صح؟ لا معلش انا مش عارف اكمل مصطفى بكري. بص يا سيسي، حجينا يوم القيامه عادي، وعلى فكره حجينا هتقول لنا فوازير، يعني تقصد تقول حجكم يعني حجه بالحجه ولا ايه ولا حاجة؟ مش عارف، سواء هي فوازير ولا حاجه يا اخي ينعل ابو. انا مش عارف اكمل مصطفى بكري خالص بصراحه. فبالنسبه للساده اللي هم اللجان، مامتكم يعني، وانا هكمل حياتي زي ما انا كده. وما تفتحوش تاني سيره الدول اللي بره، ما تفتحوش، عشان تفتح بقك بس وتتكلم على الدول اللي بره واسعارها لازم ترفع السعر 40 مره. شفتوا انتوا واطيين ازاي؟ اشوفكم بكره ان شاء الله.